السلام عليكم يا محمد، كنت مشوه مع الفيديو لحدك ما تحس بالراحة. جاي الفيديو عاوزني مشترك في القناة، نصل إلى 1000 مشترك واضغط لايك، نصل إلى أكبر عدد من المشتركين. ويلا نبدأ الفيديو. بدأنا الفيديو بأول مشهد للوفر، بيكون على التيشيرتات بتاع جاب آلة بتشيب كله مرة واحدة، بدل من إنك تعمل بإيديك بإيديك، لأ حط تعمل بالآلة وتشيب كله مرة واحدة. دي تلج شنطة، تلج التلج لمدها بتحط لها بتكسر التلج من على الشنطة، الجلد بيكون على المكنة كده على المكنة النابية. دي بتقطع اللحمة، فرامة بتقطع اللحمة، بتلاقيها حد موت وسكنية وبتقطع كل حاجة. دي بيلعب تنس، عمل كورتين شال الغطا اللي فوق أو بيعمل غطا تاني. واو واو. دي بيكون على الحمام، الحواف بيكون حافل على الجنب، حتة البارزة بيحط فيها عشان تدي منظر حلو، ومفيش حاجة ايه تتكون ناحيتها. دي بتشيل شكاير اسمنت، شكاير عمال تحت البناء، شكاير البناء ديت فعمل شكاير البناء وعمال ترسها. قلم بترسها مش انسان، لا الحطمة مادة. عندي نيكل عامل زي مفتاح، بص مفتاح كده زي حاجة بالظبط. دي بتاع بتكف فيها، دي قلنا نحطها فين؟ أول نحطها عشان أول ما يبص بتاع الفاكهة يروح كاربها ايه في البتاع دي، أول ما يبص يروح كاربها على طول. دي وداعة يسيح بتاع عشان يسيح عليه جواها. دي بتشيل البيض، بتشيل البيض من الكراتين تحطه على الآلة على السير اللي ماشي. بص بتشيل الكراتين، بتشيل وكده. بص بتشيل الكارتين وتحط، بتشيل وتحط. بيرمي شبكة، شبكة من دين، شوف في دين تحس فيها صغيرة، بعد كده ما يرميها تكون كبيرة عاملة ازاي. دي بينفخ، بينفخها دي بينفخ الدمية والله بينفخ. بص بينفخها ازاي، واو. بص هتكبر، هتكبر اهي، الكبر جدين، واو مرة حلو. مرة حلوة عامل ازاي؟ عمال ينفخ ويعمل. دي كوتشينة، دي كوتشينة عامل ازاي؟ العاب الخفة شوف عامل ازاي؟ هيحط، بص هيحط كل هيلبي الزبدية، هيلبي الزبدية. دي عاملها عارف حرف الاس، كوتشينة حرف الاس، واو عامل ازاي؟ لفت لواحد ازاي؟ دي بتفرم، تحط البتاع قدامها وتروح زنجة وتفقص، تفرم أي حاجة، بتنجان تفرم أي حاجة. اللي بيعمل ديكور في الحيطة أو بيعمل ديكور عامل زي أكنه طوب، طوب حجاري. بص عامل ازاي، واو شكل مدي ايه، شكل مرة روعة برضه، شكل حلو. بص عامل ازاي، واو دي بتلعب برضه تنس، واو دي بتلعب ازاي، لفت وبعد كده راح تاني راح تخش على طول. دي جيلاتي، تعمل جيلاتي، واو شوف جيلاتي. بص حط من كل نوع، من كل نوع، شد مجدين بقى، مين هياخد ده كله قد؟ مش عارف مين هياخد ده كله. واو دي بتعمل السلسلة، السلسلة بيعملوها ازاي؟ شوف مادة حارة. دي بتعمل بتعمل ديكور في الخشب بتاع، بص بتعمل شكل في الخشب. بص بعد كده تعمل شكل دلوقتي، بص تنزل درجات درجات بعد كده تعمل شكل، ما بتكب هنا من هنا، هات الكب هنا، هات الكب في وشه. واو دي بيقطع البطيخ، قطعه بسرعة عينيه، بص من غير ما يبص كمان، بقى مثلا ايه راح قاطع عينيه، عامل شوف فيه بق، شوف براك. دي بيمسح الأرضية، بيمسحها، دي في شرخ في الأرض، دي في شرخ فيها. دي بص عشان ايه، ولا كان في شرخ ولا كان في اي حاجة. دي مادة بتاعت الارضيات، الطرق الاسفلت، دي بحط ورق على الكراتين زي النظام ايه، مضغوط بحاجة بيكون في كارت ورقة على الكرتون على طول، العنوان عنوان البيت والرقم وكل حاجة. بيعمل ايه ده، بيعمل اسمنت، بيعمل بتاع الاسمنت، مش عارف يعمل ايه بالاسمنت، مش
عارفين، دي حد برضو قاعد بيشوفها وكده. نبيع ديكور الأسمنت، نبيع من تمرين رياضي، شوفوا التمرين عامل ازاي. واو يا سلام، شوف بيبيع بيد واحدة، بيد واحدة الصين دي، بيقطع الرمانة نشيلها، بيقطع الجلد اللي عليها، بص عمال يشيلها عشان تتقدم بقى للمطاعم، عمال يشيل قشرها. واو، تتقدم بقى للمطاعم بقى، تلاقي المطاعم الغالية والمطاعم ديت، هو عمال يقطعها. وما نجيب يعني حتة عامل بتاكل بالشوكة، بيمشي الهوم النارية، الهوم النارية. وبيدخل في الاشتراك الرسمي 1000 مشترك.